قبل 2015 كانت كان رأيه ايه؟ كان هو شايف المشهد ازاي استاذ حسن؟ هو هو نجم كبير واستاذ من الاساتذه يعني يعني استاذ ربنا يخليك. فكان شايف ازاي النقله يعني. افتكر ان بعد 2011 او في فتره غير كل الفترات اللي قبل كده بالظبط كنت شايفينها ازاي؟ الوسط كله اتقلب. صح. يعني زي ما تكون انت كان عندك كتاب وقلبت صفحه وبدخلت صفحه جديده عايزه اقراها عشان افهمها. انت معاك صفحه انت التمثيل نفسه اختلف ما قريتش فيها حاجه عشان تفهمها. طب التمثيل اتغير. حضرتك ايه سبب بقى التغير ده من وجهه نظرك؟ هقول لك عدم وجود نصوص كتير من كتاب مصريين كتير فبداوا يقتبسوا يعني قول اللفظ كويس يتفرجوا على يقتبسوا. افلام بالظبط يعني يتفرجوا على افلام اجنبيه ويمصروها وياخدوا منها افكار بس الفكره مش بتاع مش بتاعتنا مش لحمنا مش شبهنا. فابتدينا بقى نخش في المخدرات ونخش في الناس اللي بتضرب بعض والخناقات والمشاكل والستات اللي ماشيين بالصح والرجاله اللي ابتدت الاولاد بقوا في الشوارع اللي كانوا بيقعدوا يلعبوا بلي ويلعبوا الحاجات اللي حجلهاتهم اتغيرت. كانوا بيلعبوا الحجله والدب وبتاع والايام. دلوقتي بقى ماسك حاجه ويضرب بيضرب بجد في وش الواد اللي والتاني يقول له اوعى كده وهدي لك معرفش الله العيال بقوا محشين. طب وانت نجمه وعصرتي كل العصور انت اللي تقدري تردي لي على السؤال ده. هو السينما او الفن مرايه للي بيحصل في الشارع ولا السينما والفن هي اللي بتسوق او بتليد اللي بيحصل مش هي اللي بتسوقه؟ شوف يعني اصل لما بنيجي نكلم الناس اللي عملت كده يقول لك انا بنقل واقع الشارع. لا ده لما بنيجي نكلم ناس ثانيه يقول لك لا ده هم بيحرضوا على الغلط اللي بيحصل في الشارع. انت شايفه ايه حضرتك؟ انا لا شايفه ده ولا شايفه ده. انا لا شايفه انها مرايه الواقع ولا بيحرضوا. انما مش بيورونا الطريق الصح. يعني انت مش بتحرضني ان انا اعمل حاجه وحشه. بس وريني ان لو عملت ده نتيجته ايه؟ طيب نتيجته ايه؟ مش بينوروا يعني. وريني وري الولاد دول اللي احنا النهارده بقينا بنسمع راجل ماشي في الشارع قطع رقبه حد ومسكها في ايده في ده انت سمعت عنه في مصر ده؟ ده وحشيه زياده ما في ولا في اي حته في الدنيا. سمعت يعني. ده سمعت الراجل يضرب يقتل ولاده ومراته. الحاجات دي كلها ناتجه عن ايه؟ ناتجه عن انك انت عندك كبت جواني عندك وعايز تخرجه يا تخرجه بشكل كويس يا تخرجه باللي بتشوفه قدامك بقى. قصدك اني بشوف الطرق دي في الـ في الـ في السينما او التلفزيون عليها. ده انا بتعلم حاجات انا مش عارفها ازاي يمشي في الضلمه وازاي يقتل ازاي وازاي يذبح المناظر دي انا اشوفها ليه صح ليه ما اشوفش الاسر. زمان كنا بنعمل مسلسلات الاسره الاب والام طبعا. والاولاد أيوة. ومشكله البيت والبنت اللي مش عارفه تتجوز والام اللي معرفش عندها ايه عشان الاجتماعيه موجوده وعندنا بيحفزوا الناس على الافكار الحلوه. يعني احنا في مصر عندنا مشاكل اسريه كتير وماده جميله تقدر تتفرج على حاجات حلوه. فرجني شويه وريني الشوارع الجديده اللي عملها السيسي دي. صح. ما جيش واحد زي حفظي يعمل لي فيلم اسمه ريش اشوف اسوأ ما في مصر. انا هل احنا لسه من لغايه النهارده عندنا بط بيعمل حاجات في الارض وعيال قاعده جنب البط اللي بيعمل والوساخة والعيون اللي عامله كده والشعر؟ طب ليه يا ابني ليه؟ حتى لو ده موجود مش لازم ليه؟ يطلع ليه انا عندي غسيل مش نضيف انشره ليه بالظبط؟ طب ما انا يعني لو انا ما عنديش حاجات حلوه خلاص انا خلاص بنشر الموجود. لكن طالما عندك حاجات كويسه ليه دايما بتروح على السلبيات؟ ليه بتتفرج على المسلسلات التركي؟ علشان دايما مطلعين الكويس برغم ان عندهم مناطق عشوائيه والنظافه لابسين حلو ماشيين حلو الشوارع بتاعتهم حلوه والوان الجناين والمناظر الله. طب ما احنا عندنا زي دول صح. ليه صح. ما بتطلعوش الحاجات دي؟ ليه بتوروني حاجات مش نظيفه وحاجات وحشه؟ احنا مش كده ولا لغتنا كده يا احمد ولا اخلاقنا كده صح ولا احنا المصريين في دايما قدامهم زي ستاره كده اسمها الخشه. صح. احنا بنتكسف بنخشع صح. عيب ما نعرفش نتجاهر بالذنوب ونجاهر بالغلط عيب عندنا حته واذا بوليتم فاستتروا.